فشلتوني عند بنات خالتي، خليتوني اعتذر لهم. الحين انتوا راس تزعقين، بعدين وش دخل امنا حطت السلفه فينا؟ اي كله منكم لانكم حقودات وتبون تفشلوني قدامهم، عشان كذا خبيتوا ذا الكيكه، لكن ذا الحركات مو علي، وانا ما عاد لي قاعده في الاستراحه. شخصي ايش فيك؟ وش في هذه قلبت علينا؟ وين التلفزيون اللي قلت لي؟ دوكا كيك هرجع أجيبه. صالح! وش عندك؟ أنت يا حقير اللي دخلت استراحتنا وسرقت الكيكة؟ تعاقبين أنا أسرق كيكة؟ وتجحد بعد؟ أنت ما تستحي؟ والله ما أخليك. أكيد اللي صار يا ياسر مثل ما سرق جوالي. ياسر؟ يا أبويا ده مو صوت صالح؟ شكله تضرب مع البنات. يا صالح هد يا أخي، إذا المشكلة من الكيكة يا بالحلال أعطوني إياها ونقفل الموضوع.